الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي وفقنا لهذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من المجالس النافعة المباركة، وأن يأجرنا عليها، وأن يجزينا عليها خير الجزاء. موضوع هذه الليلة سيكون حول شدة عيش السلف. نتعرف من خلال هذا الموضوع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة ومن حاجة ومن فاقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ولا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم، ولو أحب لسارت معه جبال مكة ذهبا كما ذكر ذلك في السيرة، فإنه قد عرض عليه أن يكون نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا يجوع يوما ويشبع يوما بأبيه وأمه. إذن سننطلق من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، وفي رواية: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي كنت ألصق بطني بالأرض من الجوع. وهذا إما أن يكون معناه أنه كان يعقد الحجر على بطنه كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فكانوا يشدون الحجر بثوب وعصابة على بطونهم من أجل أن يقووا على الاعتدال، فإن الرجل إذا اشتد به الجوع انحنى ظهره فيحتاج إلى ما يقيم به صلبه، فكانوا يأخذون حجارة مثل الكف مفطحة ثم يجعلونها على بطونهم فيشدونها بثوب حتى يتمكنوا من الاعتدال والانتصاب. وقيل هذا كناية عن كونه كان يسقط مغشيا عنه، وهذا أيضا وارد في كثير من الآثار التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كنت أسرع ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجرة، يعني لا يقوى أن يمشي تلك الخطوات لا تحمله رجلاه من شدة الجوع الذي كان يصيبه رضي الله عنه. قال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني لما اشتد عليه الجوع قعد على طريق الصحابة يعرف الطريق الذي يمرون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. سأله عن آية من كتاب الله هو يحفظها ويعرف معناها، لا يريد السؤال عن معنى الآية، وإنما يريد أن يسأله فيتفطن لحاله ليشبعه. قال: ما سألته إلا ليشبعني، وفي رواية: ليستتبعني، أي ليطلب مني أن أتبعه إلى بيته فيطعمني. فمر ولم يفعل، لم ينتبه أبو بكر رضي الله عنه. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآه، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني اتبعني.
ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، وجد لبنا في قدح، وجد إناء مملوءا باللبن ولا عهد له به، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، أهداه لك فلان أو فلانة. قال أباهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، يعني أمره أن يأتي أهل الصفة فيدعوهم ليصيبوا من هذا اللبن. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. أهل الصفة هم فقراء المسلمين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا لنصرة الإسلام وللجهاد في سبيل الله، فكانوا لا يأوون إلى أهل ولا مال، ليس لهم دور وليس لهم أهل وليس لهم مال، ولا يأوون على أحد، يعني لا ينزلون عند أحد، وإنما كان منزلهم المسجد، فكانوا يقيمون فيه في صفة يعني خصصت لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأنه من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة وكان يقبل الهدية، كان لا يأكل الصدقة وكان يقبل الهدية، لأن الصدقة هي أوساخ الناس، الصدقة هي أوساخ الناس، فإن الرجل إذا تصدق فإنه يطهر ماله، يطهر ماله، فكأنه يذهب عنه الأوساخ ويذهب عنه ما كان فيه من شبهة، لأن الحكمة من الزكاة ولها حكم كثيرة، أن العبد لا شك إذا كان في تجارة أو في فلاحة أو في كسب مهما كان هذا الكسب، فإنه يمكن أن يشوب رزقه شيء من الشبهة، فإذا أتت الزكاة طهرت ذلك المال، فكان الخارج من أصل المال يكون وسخا، وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة هي أوساخ الناس، فكان لا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرمها الله عليه وعلى آل بيته، فكل من يدعي الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت فحرام أن يأكل شيئا من الصدقة. الأشراف الآن، يعني كي الناس الآن اللي كيتسموا الشرفة، هؤلاء لا حظ لهم في الصدقة، يحرم عليهم أن يأكلوا شيئا من الصدقة، وإنما يأخذون من الهدايا، أما الصدقة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، وكان اليهود يأتونه فيختبرونه بهذا، يعني اليهود يعرفون أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الهدية ولا يأكل الصدقة، فكانوا يأتونه بشيء من طعام فيسأل عنه: ما هذا؟ فيقولون: هدية، فيأكلها، وإذا قالوا صدقة بعث بها إلى أهل الصفة، فيزداد يقينهم بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الكتب السابقة. إذن إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، أرسل إليهم وأصاب منها، يعني أكل منها وأعطاهم منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك، يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الصفة ساءه ذلك، أحزنه ذلك. فقلت، طبعا هذا القول قاله في نفسه لم يسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ تصوروا أن يكون معك قدح من لبن، إناء صغير ربما يكفي الرجل والرجلين، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة، وكان عددهم كثيرا، ذكر العلماء أن عددهم كان يصل إلى 70، كان يصل إلى 70، ولكن هذا باختلاف الأحوال، لأنه قد يسافر بعضهم وقد يغزو بعضهم وقد يغتني بعضهم، فلا يحتاج إلى المكث في المسجد، فلذلك كانوا يقلون ويكثرون، فالله أعلم كم كان عددهم في هذه القصة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من هذا القدح، ليصيبوا من هذا القدح. إذن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، لأنه قد بلغ به الجوع مبلغه، فكان يعتمد بكبده على الأرض، وكان لا يقوى على السير، كان يغشى عليه، فيأتي الرجل فيضع رجله على عنقه فيظن أن به جنونا وما به إلا الجوع، كما يحكي ذلك عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإذا جاء أمرني، يعني إذا جاء أهل الصفة يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو تصور يعني الأمر يعني الذي سيكون إذا دعا أهل الصفة، وفعلا ذاك الذي توقعه حدث. قال: فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني راه غادي يشرب الأول والثاني وصافي وغادي يمشي هذاك الشيء، الله يجعل البركة، فربما لا يبقى شيء لمن تأخر. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، يعني هذا كلام كلم به نفسه، لكنه عازم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فدعاهم إلى اللبن. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني لو كان هذا الأمر ليس فيه شيء من البركة وليس فيه شيء من اليقين لأعطاهم وأمرهم أن يشربوا بقدر، ولكنه يعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني ما كيقول لي شيء اشرب وخلي لغيرك، لا اشرب ما شئت حتى ترتوي، فيشرب الرجل حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قال: بقيت أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، أي شرب ما فضل في الإناء. إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تضمنت جملة من الفوائد سنعرض لبعضها إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، وكتاب الرقاق هو الذي تضمن أحاديث ترقق القلوب، وهذا من أنفع العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدها. طالب العلم عموما لا يحفل بمثل هذه الأبواب، ربما تكون عنايته بأبواب العلم التي فيها يعني شيء من الجفاف أو شيء من يعني التحرير والتأصيل، لكن لا يكاد ينظر إلى هذه الأبواب، ولا بد لطالب العلم أن يعتني بما يرقق قلبه وبما يقربه إلى ربه وبما يفيده أحوال من سلف، وكيف كانوا يصبرون وكيف كانوا يوقنون بما عند الله سبحانه وتعالى. إذن ذكره البخاري بإسناده في صحيحه، وبوب عليه بقوله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، كيف كانوا يزهدون في الدنيا. هذا الحديث فيه شدة عيش السلف وما كانوا عليه من الجوع والخصاصة، وهذه الفائدة الكبرى التي تؤخذ من هذا الحديث، وسنؤخر الكلام عليها بعد سرد بقية الفوائد. الفائدة الثانية أن في الحديث فضل التعفف، في الحديث فضل التعفف،
وأن كتمان الحاجة أولى من التصريح بها، فإن احتاج المسلم أو اضطر فليلمح كما فعل أبو هريرة. أبو هريرة لم يصرح بجوعه وبحاجته إلى الطعام، وإنما كان يعترض طريق الصحابة فيسألوا عن الآن، يعني ذكرني بآية كذا مثلا، أو ما معنى قول الله تعالى كذا، وهو أعلم من كثير من الصحابة الذين يسألهم، فكان من علماء الصحابة. وتعلمون أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولو شاء أن يضرب في الأرض وأن يتاجر وأن يكون له شيء من الكسب لفعل، لكنه فرغ نفسه لطلب العلم، فكان راوية الإسلام. روى رضي الله عنه قرابة 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروي أحد من الصحابة مثل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أروى الصحابة على الإطلاق. ولذلك تتجه يعني سهام الملحدين والزنادقة وأهل الفجور إلى أبي هريرة فيطعنون فيه ويكذبونه، بل ومنهم من ينفي صحبته كما فعل الخبيث الذي ألف كتابا سماه أكثر أبو هريرة، يعني واحد الخبيث من الخبثاء المغاربة ألف كتابا فسماه أكثر أبو هريرة ونسبه إلى الكذب، بل نفى عنه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا قاع ماشي صحابي بالمرة. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على نفاق هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأبي هريرة رضي الله عنه بالحفظ، قد دعا له بالحفظ وأخبر بأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فمن علامات الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه، ومن علامة النفاق بغضه رضي الله عنه. وهؤلاء إنما يقصدون راوية الإسلام ويقصدون صحيح البخاري، لماذا؟ لأن هذه هي القمم وهذه هي رموز المسلمين. يعني الآن علاش ما كيمشيش هو يتكلم في واحد الصحابي مغمور يعني روى حديثا أو حديثين أو 10 أحاديث؟ لأنه يريد أن يسقط جملة عظيمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له ذلك، وقد استقر أمر الإسلام واستتب، وعلم الناس ما لأبي هريرة رضي الله عنه من فضل ومن سابقة في الخير، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عطيرا. وكذلك صحيح البخاري فهو كتاب جامع، أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فيه فضل التعفف، وأن الإنسان لا ينبغي أن يصرح بحاجته، لأن هذا فيه إزراء على النفس، وإنما إذا اضطر فإنه يلمح إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الفقراء المهاجرين وقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لماذا؟ لأنهم لا يسألون الناس إلحافا، فقراء ومهاجرين لا يجدون ما يأكلون، لكنهم لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا، فيحسبهم الجاهل يعني الذي يجهل حالهم، يحسبهم أغنياء من التعفف. يعني كاين الإنسان اللي كيكون فقير كما تنقولوا وصله حتى العظم، ولكن لا يجرؤ لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عزة النفس، فلا يمد يده ولا يعني يصرح بحاجته، إن فطن الناس له فذاك، وإلا فإنه صابر محتسب مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان فقراء المهاجرين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من تعففهم يحسبهم من يجهل حالهم أنهم أغنياء. ثالثا فيه تفطن الإنسان لحاجة من حوله، لقوله فعرف ما في وجهي وما في نفسي، وهذا من الفراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفرس الناس، كان أفرس الناس. الفراسة هي التوسم، هو أن يقرأ الرجل ما يظهر على قسمات وجه صاحبه، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا عن صدق، فكلما كان الرجل صادقا كانت له فراسة قوية، كلما كان الرجل صادقا كانت له فراسة قوية. وهذا قد ألف فيه العلماء، ومن أعظمهم الشافعي رحمه الله تعالى، قال يعني كان يؤلف في جميع الفنون إلا الفراسة،
فكان لا يقيم لها وزنا، لكنه اختلف مع بعض أقرانه في رجل. يعني جاء واحد الرجل هم يشوفوه، شافوه الشافعي واحد من العلماء، فقال هذا الرجل يعني مهنته خباز، وقال الآخر مهنته مثلا حداد مثلا، أنا نسيت يعني المهن الآن، يعني كل واحد بغي يشوف الفراسة ديالو. فدعايا الرجل فقال كنت خبازا وتركت ذلك فصرت حدادا. يعني قضية الفراسة يتفرس في وجه الرجل فيعرفه. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال من لم يتفرس في وجوه الرافضة خلقة القردة والخنازير فليس من المتفرسين وليس من المتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا من دلائل النبوة كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري، قال وهذا الحديث علم عظيم من أعلام النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما في نفس أبي هريرة ولم يعلم ذلك أبو بكر ولا عمر. هذا عده من أعلام النبوة، أي أنه وحي، وحي أوحاه الله إليه وأعلمه بما في نفس أبي هريرة وأعلمه بحاجته وبالجوع الذي يعني وصل إليه. رابعا فيه جواز دعاء الرجل بكنيته، فيه جواز دعاء الرجل بكنيته حيث قال يا أبا هريرة أو يا أبا هر، وهذا يسمى أيضا في لغة العرب ترخيما، كان في واحد مسألة في اللغات العرب كتسمى الترخيم، وهو أن يحذف بعض الأحرف من الاسم أو الكنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، هذا ترخيم ويكون على سبيل التودد، وكما قيل أي فل أي فلان، يا صاح أي يا صاحبي، وهكذا، هذا معروف في لغة العرب. فمنادات الرجل أيضا بما تلبس به هذا كان معروفا، فإن أبا هريرة كان يحمل هرة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر، رآه يحمل هرة فقال يا أبا هر، فلزمته هذه الكنية. وكما قال لعلي رضي الله عنه ووجده قد نام على التراب فقال يا أبا تراب، وأيضا قال لحذيفة يوم الخندق وقد أخذ به النوم قال قم يا نومان. فهذا يعني إذا تلبس الرجل بوصف أو بحال أو بهيئة فإنه يمكن أن ينسب إليها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي ورجع إلى خديجة رضي الله عنها قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فقال الله تعالى يا أيها المزمل يا أيها المدثر. والمدثر والمزمل ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلبس بهذا الوصف فناداه الله سبحانه وتعالى بذلك. خامسا فيه جواز قول الرجل لبيك، وأن ذلك ليس من خصائص النسك، لأنه قد يتوهم الإنسان أن التلبية لا تكون إلا في الحج أو العمرة، فيجوز للرجل أن يقول لمن ناداه لبيك، أن يقول لبيك، وهذا ليس خاصا بالنسك. سادسا فيه وجوب الاستئذان قبل الدخول، فيه وجوب الاستئذان قبل الدخول ولو من صاحب البيت على أهل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيته فاستأذن، فيستأذن الرجل في بيته، يستأذن الرجل في بيته ولا يطلب عثرات من في البيت، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، إذا كان الرجل في سفر فإنه يعني ينهى عن أن يطرق أهله في الليل. يعني واحد الإنسان كيكون غايب في سفر، وخصوصا ما كان في يعني قبل هذه الأزمان لم يكن هناك يعني سبيل إلى التواصل، فكان يأتي الرجل فيطرق أهله ليلا، كيجي حتى كيوصل الجوج ديال الصباح كتلقى كيحل الباب ودخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستأذن الرجل، وإذا رجع من سفر أن يخبر أهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين وبعث من يخبر أهله بأنه قد وصل المدينة، وهذه من السنن المهجورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تستحد المغيبة وحتى تمتشط الشعثة، وهذا يعني من المعاني الجميلة، حتى تستحد المغيبة، يعني المرأة إذا غاب عنها زوجها ربما أهملت نفسها
فلم يعني تحلق عانتها. والرجل إذا طالت عزبته فإنه يحتاج إلى الوقاع، يحتاج إلى جماع أهله. قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ماشي كيجيك يدخل عليها ويلقاها مشعكة فتنفر نفسه منها، وإنما يخبرها حتى تستقبله في أكمل هيئة وأجمل صفة. وهذه من الأمور في الحقيقة التي يفرط فيها الأزواج، هذه من الأمور التي يفرط فيها الأزواج ذكرانا وإناثا. فينبغي للرجل أن يتزين لأهله، وينبغي للمرأة أن تتزين لأهلها لزوجها ولبعلها. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، وقال: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي، إني أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. يعني الآن ربما الناس يعني يطلبون من النساء التجمل، يقول لها وقد دي حالتك وكذا وكذا، لكنه لا يعتني بحاله، ربما أتى وبه من العرق وبه يعني من سوء يعني الترتيب في ثوبه وفي كذا، يعني ما يجعلها تنفر منه، وإن لم تصرح بذلك وقعت النفرة في قلبها. فينبغي للرجل أن يتعاهد هذا الأمر. إذن القصود بالاستئذان هو أن يستأذن الرجل على أهل البيت ولو كان البيت بيته، فيستأذن ويطرق. وجعل الاستئذان من أجل النظر، بل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع على أهل بيت دون إذنهم. قال: لو أن الرجل اطلع على أهل بيت ففقأ عينه فيكون ذلك هدر. يعني شي واحد إلى جا كيطل كيبان كيكونوا شي أبواب فيها شقوق وكيبقى الإنسان كيحقق منها، فهذا لا يليق، لا يليق بالمسلم. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لو أنه فقأ عينه إلى جا قعد تقبليه عينه مشخلة، يعني هدر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يدخل البيت. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أهل الصفة ولو كانوا مدعوين. يعني وخالك إنسان يكون معروض، ولكن يعني كيتبع صاحب البيت، فإذا وصل إلى باب البيت وقف حتى يدخل الرجل فينظر هل من عورة، ثم بعد ذلك يأذن له فيدخل. سابعا، فيه تفقد الرجل ما في بيته، فإذا وجد ما لا عهد له به فإنه ينبغي أن يسأل عنه: من أين لكم هذا؟ ومن أتى بهذا؟ وهذا يعني لا يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس يأتي بيته فيجد أشياء غريبة لكنه لا يسأل عن مصدرها. وهذا في الحقيقة يعني تفريط كبير، يعني كيكون إنسان عنده أبناء، عنده امرأة، عنده بنات كبيرات، وكيجيبوا كيلقى ربما يجي يلقى مثلا واحدة ثلاجة زايدة ما عنده غرض، جاء يلقى أي شي تلفاز، يلقى شي تباصل مشراهم، شي يلقى شي حاجة فلا يسأل. هذا لا يليق. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، لأنه قد يكون بعض ولدك يسرق شيئا، أو قد يكون يكتسب شيئا من الحرام، فينبغي أن تكون على يعني عناية بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ورأى قدح اللبن ولا عهد له به فسأل، يعني من أتى بهذا، من أتى بهذا القدح، فأخبر بأنه أهداه فلان أو فلان. ثامنا، فيه قبول الهدية، فيه قبول الهدية، وأنها لا ترد ما دامت حلالا، إنما ترد الهدية إذا شك صاحبها فيها أنها من حرام أو من شبهة فإنه يجوز له ردها، أما إن كانت حلالا فينبغي أن يقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها وهو أسوتنا في ذلك. وينبغي أيضا إيثار الفقراء بنصيب منها، ينبغي إيثار الفقراء بنصيب منها. فالهدية ليس فيها إزراء ولا إسفاف على النفس، بخلاف الهدية، بخلاف الصدقة. يعني الهدية يعني لا تنقص من قدر الرجل، فربما يهدى إلى الملوك، يعني كيكون المالك مثلا ويهدى إليه الشيء، واش الملك محتاج؟ يعني لا يحتاج إلى شيء، لكنه يقبل الهدية. وقد تكون هدية رمزية، لو أهديت له مثلا يعني أهدي له بساط مثلا أو سجاد أو شيء من ذلك فإنه يفرح به، لأن الهدية فيها إكرام، الهدية فيها إكرام. والرجل إذا قبل الهدية لا ينقص قدره، بخلاف الصدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية،
واليد السفلى هي الآخذة. فلذلك الهدية ينبغي أن تقبل إلا إذا شك الرجل أنها من مال حرام، من كسب محرم، أو دخل فيها شيء من الشبهة، فحينئذ يسوغ له أن يردها. تاسعا، فيه فضل أهل الصفة حيث جاءوا لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم، وصبروا على الشدة وعلى الجوع. وقد ألف بعض العلماء في أهل الصفة وجمعوا أسماءهم، يعني بعض العلماء جمعوا أسماء أهل الصفة، يعني كل من كان من الصحابة مر بهذا الحال فإنهم جمعوا أسماء أهل الصفة، كما فعل أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله، وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي، وجمع بينهما أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، فسرد جميع الأسماء، سرد جميع أسماء من نسب إلى أهل الصفة، وقيل إنهم كانوا 70، قيل إنهم كانوا 70، والصحيح أنهم كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال، كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال، لأنه مثلا إذا كان شي غزوة مثلا يخرج بعضهم إلى الغزو، أو يكون سفر فيسافر بعضهم، أو يستغني بعضهم فيزول عنه وصف الفقر فيخرج من بينهم، إذن قد يكثرون وقد يقلون. عاشرا، فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على حظ النفس مع شدة الحاجة. إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان محتاجا إلى الطعام، وأراد أن يصيب من اللبن شربة يتقوى بها، وأحزنه أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الصفة، ولكن لا بد من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب. وهذا يذكرنا بمقالة لصحابي آخر وهو رافع بن خديج رضي الله عنه، يعني قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني كان أمر يعني معروف عند العرب في المحاقلة، يعني كان هم أصحاب زرع، كانت عندهم حقول، وكان يأتي الرجل إلى العامل فيتفق معه على أن ما يخرج من الأرض نصفين، فيأخذ ما كان جهة الشمال مثلا، ويأخذ الرجل ما كان جهة اليمين، يعني كيجي الأرض وكيقول هذه الجهة هذه الغلة ديالها غادي ناخذها أنا، والجهة الأخرى هذاك الشيء اللي خرجت غتاخذه أنت. وكانوا يأخذون ما كان على السواقي والماذيانات، يعني كيختاروا هذيك اللي قريبة للسقي، فإذا أنتجت فإن صاحب الأرض يغنم، وربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، فيكون في ذلك غرر واضح، وكيكون كيضيع هذاك الخمس أو هذاك الرباع هذاك العامل الفلاح كيضيع. علاش؟ لأنه ربما يخدم ويشتغل ويحرات ويدير الأمور كلها ويعتني بالزرع، لكن يعني لا ينبت نصيبه، فيكون في ذلك يعني هضم لحقه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر مع أنهم كانوا ينتفعون به. قال رضي الله عنه: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الشاهد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. الآن التجار لا شك أن لهم معاملات، وهذه المعاملات قد يكون فيها شيء من المعاملات المحرمة، وقد يكون لهم استفادة منها، فإذا علموا حكمها وأنها محرمة ينبغي أن يقتدوا بالسلف وأن يقولوا: كنا ننتفع بهذه المعاملة، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، فيترك المحرم ليطيب كسبهم ولتزكو أموالهم وليبارك الله لهم في تجارتهم. أما إن استمروا بعد العلم بأن المعاملة محرمة فهذا ليس فيه شيء من الطاعة وليس فيه شيء من التقوى أبدا. الأمر الحادي عشر، الفائدة الحادي عشر، أن خادم القوم إذا دار عليهم
بشراب أو طعام أو قدح أو نحوه، فإنه يأخذ الإناء من الرجل ويدفعه إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول صاحبه. يعني كان من الممكن أن يدفع أبو هريرة رضي الله عنه الإناء إلى الرجل الأول ثم يجلس، وهذاك الأول غادي يبقى يعطي للثاني يعطي للثالث وغادي يبقى يدور، لكن أبا هريرة قام عليهم يعطي الرجل ثم يأخذ منه القدح فيناوله الثاني ويرده إليه فيناوله الثالث حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خادم القوم ينبغي أن يفعل هذا، لأنه لا ليس من المروءة استخدام الضيف، هذا ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يستخدم الضيف. يعني من كتجي الضيف وكتقول له مثلا كتجيب له الطاس تقول لك ضر على الناس غسل لهم يديهم مثلا، هذا لا يليق، هذا ليس من المروءة، وإنما يتولى الرجل فعل ذلك أو إن كان له خادم أو إن كان له ولد. أما أن يقيم بعض الأضياف لهذه المهمة فهذا ليس من المروءة في شيء. فمن زيادة الإكرام أن تقوم بخدمة ضيفك، أن تقوم بخدمة الأضياف. الفائدة الثانية عشرة، استحباب الشرب قاعدا جالسا، استحباب الشرب قاعدا، يعني أن يقعد الرجل فيشرب. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال له اقعد واشرب. وهذه سنة في الحقيقة مهجورة، ولا يكاد كثير من الناس يعمل بها، فترى الناس يشربون وهم قيام. فالصحيح أن الأمر مستحب ومؤكد، لأنه جاءت فيه نصوص كثيرة في الوعيد على الشرب قائما. فقد جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما في رواية أخرى، وقال لبعض أصحابه أترضى أن يشرب معك الهر؟ أترضى أن يشرب معك الهر؟ يعني ترضى يشرب معك القط؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان، الشيطان. فالإنسان ينبغي أن يشرب من جلوس، هذا هو الأعم الأغلب، أن يشرب وهو جالس. وهذا أمر، هذا مذهب جمهور العلماء أن الأمر على الاستحباب. وقال بعض العلماء بأنه محرم، بأنه يحرم الشرب من قيام، أنه يحرم الشرب من قيام، لكن إذا تعذر الأمر لضرورة فإنه لا بأس بالشرب يعني من قيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب يعني في حجة الوداع وهو قائم، أتي بقدح من لبن فشربه وهو قائم، ويعني اختلف العلماء هل فعل ذلك من أجل الزحام. ومن العلماء من ذهب مذهبا يعني لطيفا فقال إنما يشرب ماء زمزم من قيام، لأن زمزم جعلها الله فرقانا بين أهل الإيمان وأهل النفاق، من علامة المؤمن أنه يتضلع من ماء زمزم يرجو بركته، ولا يحصل هذا التضلع وأن يسري الماء في أضلاع الشارب إلا إذا كان قائما، لأن المقصود على يعني القعود، بأن الإنسان خصو يشرب باش يشرب القياس، لأن البطن إذا كان منثنيا فإنه لا يسرف في الشرب. لكن لما كانت بركة زمزم بالوصف الذي علمنا وأنه ماء مبارك وماء وزمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يتضلع الشارب منهم، والمؤمن يتضلع منه والمنافق لا يفعل. الآن دابا المنافق حتى في هذا الزمن إلى مشى تما كتلقاه كيشرب واحد الكويس وكيقول لك بارك عليا بطرف أصبعه، يتنزه عنه، بل بعضهم يدعي أنه ليس بماء نقي وأن فيه بعض يعني الجراثيم وكذا كما يفعل بعض الجهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببركته، والمؤمن تجده يشرب ذلك الماء ويتضلع منه ولا يشبع منه، وهو في الحقيقة لا يؤذي، ما تأذى أحد بشرب ماء زمزم، يشرب منه حتى يظهر الري في أظفاره ولا يؤذيه بحمد الله تعالى، بل هو فيه يعني غنى عن الطعام وعن الشراب، كما في حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه لما جاء إلى مكة واختبأ بأستار الكعبة فلم يكن له طعام إلا ماء زمزم، قال فكنت أشرب منه حتى تكسرت عكن بطني، حتى تكسرت عكن بطني، يعني الكرش دياله ولا فيها تنيات،
يعني ولات يعني كشو ولات كبيرة ولات كتتنا كتطوى من شدة يعني السمن الذي ظهر فيه بسبب ماء زمزم. المقصود عندي هو أن الشرب يعني من جلوس هذا هو السنة وهو الأفضل، فينبغي للإنسان أن يحرص عليه، ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن لا يشرب قائما إلا عند الضرورة، كأن تكون القربة معلقة مثلا أو كأن يكون في مكان لا يجد فيه إناء أو نحو ذلك. أما إن استطاع فليجلس فهو أقرب إلى السنة. الفائدة 13 في هذا الحديث معجزة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبرك على الطعام وعلى الشراب فيكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أحاديث كثيرة، في حديث أبي طلحة وفي حديث جابر وغيرهما في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء إلى البئر وأمر الصحابة هل مع أحدهم ماء، فجاء رجل بمطهرة، جاء رجل بمطهرة، مطهرة هو إناء صغير يعني يحمل به ماء يتطهر منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وبرك عليه فصبه في البئر فاستقى منها الجيش كلهم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، يقول الصحابي فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم كلهم وملأوا جميع ما معهم من أقداح ومن أواني. قال يعني الذي يسمع الحديث قال كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 1400، كنا 1400 يعني 1400 صحابي كلهم شربوا من هذا الماء وكفاهم. وأيضا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وكان طعاما قليلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو 10، فكان يدخل 10 فيأكلون فيرتفعون والطعام على حاله، فيأتي 10 فيأكلون ويرتفعون حتى أكلوا ولم يعني ينقص من الطعام شيء، وقال إنما تمد من السماء، إنما تمد من السماء. فقضية البركة هذه يعني تكلمنا عنها وأفردنا لها يعني محاضرة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا على هذا اللبن فجعل الله فيه البركة فكفى أهل الصفة فرووا بهذا القدح الصغير. الفائدة 14 في الحديث جواز الشبع أحيانا، وهذه مشكلة عندنا احنا الآن، جواز الشبع أحيانا، احنا الآن يعني لا نكاد نجوع، فالسلف كانوا يتكلمون عن الشبع أحيانا. يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما عرض لهذا الحديث في كتاب التمهيد قال فيه إباحة الشبع للصالحين أحيانا فقط، أحيانا يعني بعض الأحيان تشبع، وإلا فالأصل أنك لا ينبغي أن تسرف في الطعام والشرب، لقول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني شر الأوعية هو البطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، قال فإن كان لابد فاعل، قال بحسب ابن آدم لقيمات، وهذا يعني تصغير ماشي لقم، لقيمات يقمن أوده، يقمن أوده، هذا جمع قلة يسميه جمع قلة، لأن اللقم يعني يمكن تكون مثلا 100 لقمة ولكن لقيمات هذا يتسمى جمع قلة، بحسب ابن آدم يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن أوده، يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا يعني إن زاد على اللقيمات فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أن يقوم الرجل عن طعامه وهو يشتهي، هذه خصلة في الحقيقة يعني نبوية، وهي في الحقيقة أصل الدواء والطب كما يقول أهل الطب، يعني حتى الأطباء القدامى كابن كلدة يعني يروون عنه أنه قال كلمة يعني صارت يعني مضربة، مثل يقولون المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، يعني بيت الداء، يعني من أين تتوزع الأدواء والأمراض؟ من المعدة،
يعني المعدة هي اللي كتصرف هذه الأمراض، كل شيء الأمراض كتجي من قضية الطعام والإكثار منه، فيتخمر ويعني تصيب الإنسان يعني مسائل كثيرة وأمراض كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأكل قليلا، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنه، لكن أحيانا يجوز للإنسان أن يشبع كما في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي هريرة رضي الله عنه، بل كان يأمره مرارا اشرب اشرب اشرب، حتى قال لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. وهذا لا تعارض بينه، بعض العلماء قالوا بأنه لا تعارض بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لأن الرجل قد يرتوي من السوائل ويظل يعني بطنه فارغا، يعني لا يمتلئ بطنه، لا يمتلئ بطنه وإن ارتوى. الفائدة 15 أن ساقي القوم آخرهم شربا، أن ساقي القوم آخرهم شربا، وهذا من الآداب، هذا من الآداب المستحبة، أن من يعني أراد أن يسقي الناس فليكن آخر الناس شربا، فليبدأ بأصحابه يعني أضيافه، ثم بعد ذلك يكون آخرهم شربا. المسألة 16 فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قدم أصحاب الصفة وقدم أبا هريرة على نفسه مع أنه كان به من الجوع ما بهم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا عن هذا اللبن، بل كان به من الجوع ما بأصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك قدمهم، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن إيثاره لغيره، ومن إيثاره لغيره. لا شك أيها الإخوة الكرام أن عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان شديدا، وقد دلت على ذلك يعني روايات كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة، أذكر بعضها على سبيل الإيجاز حتى يتبين لنا فضل الله عليه، وهذا إنما نذكره من باب الاعتبار، لا نذكره فقط من أجل السرد المجرد، وهذا لا ينبغي أن يكون من المسلم وهو عبث محض. فإننا إذا ذكرنا سير السلف فإنما نذكر ذلك لأخذ العبرة، فيعلم العبد نعمة الله عليه، وأنه يجد ما يأكل ويجد ما يلبس ويجد المأوى الذي يسكن فيه. هؤلاء إذا يجدون مأوى يمكثون في المسجد وينتظرون أعطيات الناس وينتظرون الهدايا التي تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلون صدقات الناس، فأنت يا عبد الله إن وجدت ما يكفيك من طعام وشراب ومأوى فعليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا أوينا إلى مضاجعنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني شحال واحد ما عندوش اللي يكفيه وما عندوش اللي أويه، ليس له مسكن وليس له طعام وليس له شرب، ليس له قوت يومه أبدا، وأنت يا عبد الله نعمك الله وشرفك وأعف نفسك، فلا تحتاج إلى أحد، وإنما تأكل أكلا هنيئا وتشرب شربا مريئا وتسكن يعني بيتا يعني يكنك من الحر والبرد والمطر، فلتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني يحكي ما مر عليه صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيفه الناس، لأن المشركين حينما صدع بدعوته صلى الله عليه وسلم كان المشركون يقصدون اغتياله، وكذلك كان يقصد اليهود اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يتوقى غاية التوقي منهم. قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 يوم، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. 30 يوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال
وليس معه شيء يأكله ذو كبد، يعني شيء يصلح للأكل، إلا ما يواريه إبط بلال، أي واحد شوية ديال المكلة اللي عند بلال حطها تحت الإبط ديال. أتت علي ثلاثون. وعن عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور: إن كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين. وما توقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، وكانت أبياته تسعا، كان عنده صلى الله عليه وسلم تسعود ديال الأبيات، تسعود ديال الأزواج. ولا يشعلون نارا، لأنه ليس لهم لحم ولا أرز ولا شعير ولا شيء يطبخونه. فقال لها عروة بن الزبير ابن أختها، ابن يعني الأسماء، قال: وما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يعني تصوروا يعني أبيات النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ما تيدقوش النعمة، يأكلون التمر والماء، يأكلون التمر ويشربون الماء شهرين كاملين. قالت: غير أنه كان لنا جيران من الأنصار وكانت لهم منائح. المنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو يعني الناقة، يعني يمنحها الجيران ليصيب النبي صلى الله عليه وسلم من لبنها ثم يردها إليهم، هذه تسمى منيحة. فكانوا يمنحونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقي يعني أهله. عن سهل رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. ما رأى النقي، النقي هو الخبز المرقق، هو الخبز المرقق، يعني الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم هو الشعير، الذي كان يأكله هو الشعير، ومع ذلك لم يكن يشبع منه يومين متتاليين، حتى الشعير لم يكن يشبع منه يومين متتاليين، أما النقي فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. قال: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ المناخل يعني جمع منخل، وهو الغربال، هذاك الغربال اللي كي يصفي به الدقيق. هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ يعني لو كان مثلا القمح الطاري ولا أدفارنا ولا شي حاجة ممكن قدروا ندوزوها، ولكن الشعير ونحن نعلم يبسه ونعلم يعني شدته، كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، كيديروا في هذاك الطبق وينفخ، فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه. داكشي اللي بقى كيعجنه، يعني طيب لاش كأنه يعني يبقى فيه شيء من الحسك وشيء من النخالة، يعني مما يتأذى به آكله، وهذا يعني شظف العيش الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقول أيضا: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. يعني عندها شطر شعير، يعني نصف صاع من شعير، هذا هو الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني، حتى طال علي فكلته ففني. وعن سعد رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه واحد يعني المسير، واحد السفرة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة من أصحابه كما يقول سعد رضي الله عنه. قال: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، أي ورق الشجر، لاش تأكلوا كيأكلوا أوراق الشجر. ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ما له خلط. يعني أعزكم الله، إذا تبرز الرجل منهم فإنه يضع كما تضع الشاة، يعني يكون رجيعه كرجيع الشاة، ما له خلط، يعني ليس به يعني سوائل، لأن طعامه كطعام الشية، يأكل ورق الشجر. هكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسألهما:
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع. يعني تصور واحد الإنسان خارج في الليل يعني لم يغمض له جفن من شدة الجوع، يعني ماشي مرض ولا شحال، الجوع جوع، يعني كيقول نقلب لعله لقى شي حاجة، يتوكل على الله. ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتوا رجلا من الأنصار، وهو قصة أبي الهيثم بن تيهان، فأكرمهما وأطعمهما حتى يعني وجد من ذلك يعني حاجتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. ما أكثر النعم أيها الإخوة الكرام التي نتنعم فيها، وما أكثر ألوان الطعام وأصناف الخضر وأصناف الفواكه التي نتنعم بها، ولكن قليل من عباد الله الشكر، قليل من عباد الله الشكر. كانوا يأكلون التمرة في اليوم الواحد وتكفيهم، في حديث أبي عبيدة قال: وما كانت تغني عنكم التمرة؟ قال: كنا نأخذها ونشرب عليها الماء فتكفينا إلى الليل، فتكفينا إلى الليل. وفي خطبة عتبة بن غزوان، وكان أميرا على البصرة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، يعني تقرحت أشداقهم لأنهم يأكلون أوراق الشجر. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص. قال: فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. حتى قضية ثوب لا يجدون، يعني لا يجد الرجل إزارا ورداء، وإنما أخذ هذه البردة فشقها نصفين لكي يستر كل منهما بها عورته، إنما تكفي لستر العورة. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس، كان إذا صلى بالناس يعني صلاة الجماعة، يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني يصلي بالناس فيسقط أناس من قامتهم، كيطيح بوحده من شدة الخصاصة وشدة الجوع، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين، يعني الذي لا يعرف حالهم كيقول هذو راه فيهم يعني مس أو فيهم أصابهم جن، لأنهم يسقطون في الصلاة. فإذا صلى انصرف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله يعني من الثواب والأجر لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. أما فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، نام على حصير فلما قام إذا بالحصير قد أثر على جنبه، يعني هذا الحصير قام مرسوم له في الجنب دياله صلى الله عليه وسلم، يعني أعواد الحصير يعني ظهرت على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، لو اتخذنا لك وطاء، يعني لو اتخذنا لك يعني فراشا يكون وطيئا وثيرا يعني تحمي به جنبك حتى لا يؤثر الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، أن يجتهد الرجل في إعداد الفراش الوثير. والله إننا حينما نقرأ هذا الأمر والله يعني لنرثي أنفسنا، لأن يسرخص في حقه يبقى فيه الحال يشوف الحال اللي وصل لها من التسخط على نعم الله سبحانه وتعالى. الآن والله نجد الفراش الوثير، ونجد الطعام الكثير، ونجد المركب الهنيء، ونجد يعني البيت الواسع،
ومع ذلك قليل منا من يشكر الله سبحانه وتعالى. كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان سقفه؟ كان إذا رفع الرجل يده أمسك بسقف النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته يعني يغمز عائشة حتى تجمع قدميها ليسجد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كي دير هذا العرض، هذا ديال هذا الحجرة ديال عائشة رضي الله عنها، يعني لا تكفي لسجوده صلى الله عليه وسلم ولاضطجاع عائشة رضي الله عنها. إذا أراد أن يسجد غمزها فجمعت رجليها كي يسجد مكان قدميها صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته، وهذا فراشه صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره. يلبس النبي صلى الله عليه وسلم إزار وليس عليه رداء، يعني ليس عليه رداء على كتفه. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيني. يعني دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وبقى كيشوف شنو عنده، يعني يلبس إزارا ولا يلبس رداء، يجلس على حصير، فلما نظر إلى الطعام وجد يعني شيئا يسيرا نحو الصاع، يعني بحال أربعة ديال الأمداد ديال الشعير، وقرض في ناحية يعني نوع جلد، وإهاب معلق فابتدرت عيني. يعني جاهل بكى لأنه كيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل وقد أصابه ما أصابه من الحاجة ومن الفقر. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، يعني ليس فيها شيء يرد البصر، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ألا ترضى أن تكون لهم الآخرة ولنا، يعني أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى أرضى، بلى أرضى. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي موسى الأشعري قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا الكساء وهذا الإزار، كساء ملبدا، معنى ملبد أي أن به يعني رقعا، يعني قد جعلت فوقه الرقع ولبدت عليه، هذا هو الثوب الملبد. وأيضا عمر رضي الله عنه رآه أنس وهو يومئذ أمير للمؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. الحقيقة هذه قضية الزهد الذي كان عليه السلف والشدة التي مروا بها فيها معتبر، وفيها عظة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، لأن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن هذا النعيم. والإنسان إما أن يكون غنيا فيشكر، وإما أن يكون فقيرا فيصبر. ولذلك ذكر العلماء أن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه الطبراني قال: حبذا المكروهان الموت والفقر، والله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت، لا أبالي بأيهما ابتليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى ففيه التعطف، وإن كان الفقر ففيه الصبر. قال الطبري رحمه الله: فمحنة الصابر أشد من محنة الشاكر، يعني كلاهما ممتحن وكلاهما في محنة. يعني إحنا الآن يعني ربما نظن أن الفقير هو الذي امتحن، لكن الغني أيضا في امتحان، والسليم أيضا في امتحان، كل الناس في امتحان. يعني الغني ممتحن، ممتحن بماله، هل يشكر الله في ماله؟ هل يؤدي حقه؟ هل يصل به رحمه؟ أم أنه سيستأثر به ويمنع الزكاة ويفعل ويفعل؟
فمحنة الصابر أشد من محنة الشاكر وإن كانا شريفي المنزلة، يعني كلاهما صاحب منزلة شريفة. غير أني أقول، هذا الطبري رحمه الله من فقهه، غير أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: انظروا يعني ما دخل علي في الخلافة، يعني لما وليت أمر الناس ما الذي دخل علي، يعني أشنا هو اللي تزاد عندي، ذاك الشيء اللي تزاد علي منذ وليت أمر الناس وصرت خليفة على المسلمين، فانظروا ما يكون منه، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي، يعني هذا الشيء اللي لقيته زيد أعطيه الخليفة اللي غادي يكون بعد مني، فإني كنت أستحله وقد كنت أصيب من الودك نحو مما كنت أصيب من التجار. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما مات نظرنا، يعني بغوا ينفذوا الوصية ديالو وشوفوا واش خلى، فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه، يعني لقى واحد العبد من النوبة يحمل صبيانه، وناضح كان يسنى عليه. ناضح، ناضح هو يعني الجمل الذي يستعمل للسقي، هذا الشيء اللي تزاد عليه عبد وناضح. قالت: فبعثناهما إلى عمر فأخبرني جدي أن عمر بكى لما بلغه هذا الأمر، وجيب له العبد وجيب له يعني الجمل، وقالوا له هذا الوصية دي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده، لقد أتعب من بعده، لأنه ينبغي أن يسير بسيرته، ينبغي أن يسير بسيرته، وينبغي أن يحتاط احتياطه. وكذلك كان عمر رضي الله عنه فقد مشى في خلافته بسيرة أبي بكر رضي الله عنه، ووفى بذلك أحسن وفاء، وكان يخاف السؤال يوم القيامة، فكان يقول: ويل لعمر إن لم يرحمه الله، والله إني أخاف أن أسأل عن بغلة إذا عثرت في العراق يقال لي: لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. هذا خوفهم رضي الله عنهم. إذن المقصود عندي أن قضية الطعام ليست بذات أهمية كبرى، وينبغي للإنسان أن يأكل ما وجد وأن يقنع بما قسم الله له، فهذا هو عنوان الرضا، ولا ينبغي أن يتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا، ولا ينبغي أن يسرف في المآكل والمشارب، ولا ينبغي أن يتنعم. رأى عمر رضي الله عنه رجلا من أصحابه معه درهم، قال: ما تفعل بالدرهم؟ قال: إني أريد أن أشتري به لحما، قرمت اللحم، والقرم هو اشتهاء اللحم، قال: قرمت اللحم. قال: أوكلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه، أوكلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه. يعني لو أن الإنسان عود نفسه ومرن نفسه أن يأكل ما وجد من الحلال وإن كان طعاما دون طعام. انظروا إلى قول الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله، وبه أختم إن شاء الله كي لا أطيل، لأن الكلام في هذا طويل وله ذيول كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول مصورا وملخصا أمر يعني الدنيا، كان يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل. إيش هو قيمة الدنيا كلها؟ يا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا كمثل يعني الرجل يضع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، كيدير الصبع ديالو في البحر ويشوف هذاك الشيء اللي بقى، هذاك هو الدنيا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. وإن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، يعني الطعام ديال الإنسان كيبقى يدير فيه الملحة والتبزيرة والتوابل والكمون والبزار وكيحلق عليه ويقدو كدو، فلينظر إلى ما يصير، ما عاقبته؟ عاقبته النتن، يمسك الرجل بأنفه. هذه حقيقة الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل. يعني الفرق بين الرجل الذي يعني فتح الله عليه في المال أنه يطعم طعاما فوق طعام الفقير، يعني هذا كيأكل وهذا كيأكل، ولكن هذا يأكل طعاما بألف ألف وهذا يأكل طعاما بدرهم، كلاهما قد ملأ بطنه، ولباس دون لباس، هذا قد ستر عورته وهذا قد اختال في مشيته ونظر في عطفيه،
وأيام القلائل، يعني ما قدر الله لك من أيام فستعيشها، ثم بعد ذلك يأتيك الأجل وتسأل بعد ذلك عن كل شيء. فليحمد الله العبد إذا رزقه الله كفافا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه أصول السعادة. من أصبح آمنا في سربه، آمن لا يخاف شيئا، لا يخاف بطش أحد، لا يخاف على نفسه ولا على ولده ولا على عرضه. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، ليس به مرض ولا علة ولا سقم، عنده قوت يومه، مش قوت الشهر ولا قوت السنة. الآن يعني بحمد الله تعالى الإنسان يعني يأخذ يعني قوت السنة أو قوت الشهر. يعني الناس الآن مثلا إذا بغوا يأخذوا مثلا الزيت كيأخذوا الزيت ديال العام، كيأخذوا القمح ديال العام، ومثلا إذا أخذوا مثلا هذيك المونة ربما كيأخذوا المونة ديال الشهر إذا كان عندهم يعني وجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قوت اليوم فقط، من عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه أوتي كل شيء من متاع الدنيا. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكره، ولأن الشكر يعني مؤذن بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للشكر وأن يلهمنا إياه وأن يوفقنا للرضا بما ألهمنا الله سبحانه وتعالى وبما أعطانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.